السلام عليكم، رانا ولينا بديكور جديد كما راكم تشاهدون. نتمنى انه يعجبكم. ضعوا التعليقات اسفل الفيديو اذا عجبو الديكور، اذا غط لايك، اللي ما عجبوش اذا غط ديسلايك، فهو بامكانيات بسيطه فقط. هذا فقط لكي نوصل بعض الجماليه الصوره للمتابعين الاوفياء. مرحبا بالجميع في قناه امين سيستم. اذا اخترنا احد الاشخاص من المغرب العربي خاصه ومن الجزائر وتقول له مثلا، تهضر معاه وتقول له اسكو كاين أئمة ملاح في الجزائر؟ اسكو كاين أساتذة ملاح، يعني نيفو قاريين فاهمين متعلمين، وخاصة الأئمة أو الأساتذة أو الرياضة أو أي مجال آخر؟ معظمهم سيكونون يعني يائسين، يعني كاره يائس، يقولك لا ما عندناش أئمة في الجزائر. خي هذه هضرة الجزائريين. تقولوا كاين أئمة؟ لا ما عندناش أئمة في الجزائر. ما عندناش رياضة في الجزائر، ما عندناش مستوى، ما عندناش تعليم، ما عندناش ما عندناش ما عندناش. السبب في ذلك ما هو؟ يعني وش اللي خلى الشعب الجزائري يتفق على انه ليس لدينا مستوى، ما عندناش مستوى تاع امام مسجد، او ليس لدينا مستوى تاع استاذ؟ منين جبناها احنا هذه؟ اسكو جبناها من الرساله برك؟ كما راهم يدعيوا بعض الناس، يعني يكذبوا حتى في الشعب، يعني الشعب هضر هضره الشعب يكذبوا، وهذا فقط من التضليل. المشكل انه احنا في الجزائر ان حقيقه الائمه معظمهم مستويات متدنيه جدا، ليس في التعليم، حاشا، ليس في التعليم. ما دام الشخص تعلم الدين او قرا القران فلديه علم، ولكن مشكله هي مشكله اخلاق ومشكله ذكاء وفطنه وحسن معاملة. شاهدوا معي هذا الفيديو لكي تشاهدوا الفرق يعني بين إمام جزائري أو بين إمام آخر. وأحق الناس بأن يكونوا أحسن الناس أخلاقا هم المنتسبون إلى طلب العلم، فإن المنتسبين إلى طلب العلم هم كالشامة بين الناس، فينبغي أن يكونوا على أكمل الوجوه بتحسين أخلاقهم. ولا يبلغ المرء المقامات العالية في الدين حتى يكون خلقه حسنا. وإذا أردت أن تعرف ذلك فوق ما جاء في هديه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والصدر الأول، فانظر إلى أحوال جماعة ممن نبل من أهل العلم، تجد أن في تراجمهم ما يدل على حسن خلقهم. هذا كان أحد الأئمة المتخلقين الذين يحسنون التواصل مع الناس بأي صفة كانت، مهما كان هذا الشخص أو هذا الشعب. الآن فلنذهب إلى مستوى الإمام في الجزائر، أو ليس كلهم بالطبع، حاشا حاشا، الكثير من الأئمة الجزائريين رائعين جدا وتستمتع معهم في أخلاقهم وطريقة كلامهم، لكن هناك الكثرة الموجودة في بلادنا في مناطق عديدة شوهوا سمعة الإمام بهذه الأخلاق وبهذه طريقة التعامل الرائعة. يبنى طريقة مقصودة أو غير مقصودة، فتحنا الأبواب، عدنا نسمع من فلذات كبادنا. الجزائر ما فيهاش علماء، الجزائر ما فيهاش أئمة، الجزائر ما فيهاش مجاهدين، الجزائر ما فيهاش جهاد، الجزائر ما فيهاش مال فيها واضح تحطوا يمات، اسمحوا لي. الملل فيها واضح تحطوا يمات، اسمحوا لي، اسمحوا لي بهذه العبارة، اسحبوها يا حمار جبر. إذا عندنا حتامة، عندنا حتامة، عندنا حتامة، عندنا حتامة، عندنا حتامة، عندنا حتامة، عندنا حتامة. إذا أنا أتفق مع الناس عندما يقولون لم يعد لدينا أئمة في مستوى عالي، ولم يعد لدينا أساتذة في مستوى عالي، ولم يعد لدينا كل هذه الأشياء، فعلينا فقط أن نعتمد على الأئمة التي بقيت، التي لديها مستوى أخلاق ومستوى تواصل مع الناس جيد وحسن كلام، يجب أن نعتني بهم لنطور أو لكي نرفع من مستوى التعليم في الجزائر أو نظرة المجتمع لهؤلاء الفئة خاصة. بإذن الله. على كل حال وصلنا لنهاية هذا الفيديو، نتمنى أن وصلتكم هذه الفكرة. أعطوني رأيكم أنتم في هذا الموضوع، ضعوا أسفل الفيديو تعليقاتكم وأسئلتكم وما تريدونه أيضا وما تقترحونه في مواضيع قادمة بإذن الله. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. لا تنسوا ضغط لايك، اشتراك وتفعيل الجرس دعما
لنا، ودائما لهذه القناة تكبر أكثر فأكثر. سلام.